اتعرف عليكي. نسرين سليم محمد. انت والدة بقالك قد ايه؟ بقالي اسبوع. هو وحرص على انك لازم تيجي تادي صوتك في اللجنة الانتخابية؟ لغيت ما شعبنا ده، خلي بالك يعني. ايه اللي خلاك تيجي وانت والدة بقالك اسبوع؟ عشان الرئيس عبد الفتاح السيسي. يعني انت اديت الرئيس عبد الفتاح السيسي الانتخابات؟ طب انت ايه رايك في الرئيس عبد الفتاح السيسي؟ صراحه يا رئيس مفيش زيه. انت حرصتي والده بقالك اسبوع وصممت انك تيجي عشان خاطر تيجي تدلي بصوتك للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. عايزه تقولي له حاجه؟ عايزه اقول له كتر خيرك اللي انت بتعمله في الشعب، والله واحنا بنحييك وعايزين ربنا يديك الصحه وطول العمر عشان